لأخبارنا. يلا نروح. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر أنه يمنح اللعيبة راحة لمدة 48 ساعة بعد طبعا ما رجعوا من المغرب امبارح بعد مباراة الوداد، واللي حسمها الفريق زي ما حضراتكم عارفين بهدفين دون مقابل، وده طبعا في ذهاب الدور نص النهائي من دوري أبطال أفريقيا. المفروض طبعا أن الفريق يرجع التدريبات إمتى؟ عصر يوم الثلاث اللي جاي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الإياب اللي هتقام يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة الدولي. زي ما حضراتكم عارفين بعثة الفريق رجعت امبارح الصبح على متن طائرة خاصة بعد المباراة. طبعا احنا بنتكلم على يعني الرحلة كلها مجهدة، طبعا يعني بنتكلم على انك تسافري المغرب وتلعبي ماتش تقيل قبليه ثلاث تمرينات، يعني بالتأكيد كانوا يعني فيهم مجهود كبير جدا من اللعيبة، حالة الشد والضغط العصبي والتوتر اللي قبل الماتش حمل تقيل على رجالة الأهلي، ترجعي بعد الماتش على طول في رحلة خمس ساعات، بالتأكيد اللعيبة بالتأكيد مجهدة، والمجهود اللي عملوه في المباراة نفسها طبعا يخليهم محتاجين راحة، وعشان كده الجهاز كان حريص ان هو يديهم. ايه رأيك في قفشة امبارح قبل ما تتكلم عنه؟ قفشة على وجه التحديد محتاجين، انا هقف اتكلم عنه النهارده في سيجمنت 2 يا سارة، لانه قفشة الحقيقة من اللعيبة وخصوصا في ماتش بيراميدز، يعني ماتش الأخراني قبل ما نلعب ماتش الوداد، الراجل الحقيقة انا دايما بدخل صفحات الاهلي وبحب اسمع جمهور الاهلي وبشوف الكومنتس اللي بتيجي على صفحه قناه النادي الاهلي من جمهور عشان اعرف الجمهور بيتكلم في ايه ومهتم بايه. قفشه تحديدا من اكتر اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات، ومش هبالغ لو قلت انها تعرضت لهجوم كبير جدا من قبل الجماهير في الفتره الاخيره، ويحسب لي انه ده ما اثرش عليه سلبا، بالعكس حوله لطاقه ايجابيه وشفنا قفشه غير في الملعب. عشان كده دايما لما بنقول لجمهور النادي الاهلي راعي دايما انه الحساب يبقى في نهايه الموسم، وراعي دايما انه لعيبتك محتاجين منك دعم حتى هم في لحظات ما بيقدموش فيها احسن مردود عندهم او ما بيكونوش في احسن مستوياتهم، مطلوب منك انك تدعمهم، وده دور الجمهور، وده الحقيقه مش غريب على جمهور النادي الاهلي، عشان لما تحتاجه تلاقيه. اديك احتجت الجول بتاع قفشه هو مفتاح سر الماتش ده، يعني لو الجول بتاع قفشه ما كانش جه في التوقيت ده وارد جدا كنا نشوف سيناريو مختلف تماما لماتش الاهلي والوداد امبارح. الراجل الحقيقه كان في قمه تركيزه، كل الانتقادات اللي تعرض ليها في فتره ما قبل ماتش الوداد ما اثرتش عليه خالص، والحقيقه كان واحد من نجوم ماتش الاهلي والوداد. بالمناسبه انا بقول لحضراتكم الماتش ده هيتكتب في تاريخ الجيل ده من اللعيبه، يعني في ماتشات كده بتصنع نجوم وبتبقى في ذاكره الجماهير لسنين وسنين طويله جدا، ماتش الاهلي والوداد امبارح واحد من الماتشات دي. خلاص انا معاك. مجدي قفشه الحقيقه كمان واحنا بنتكلم عنه خليني اقول لحضراتكم انه بيجري اشعه على ضلوعه، عشان الحقيقه يمكن او الاشعه دي هتحصل خلال الساعات اللي جايه دي، عشان هو تعرض يمكن خلال مشاركته في الماتش بتاع الوداد لكدمه، وان شاء الله باذن الله طبعا نطمن عليه، الى جانب ان هو اجرى كمان اشعه اخرى على العضله الخلفيه بعد ما اشتكى الحقيقه من بعض او احساسه بالاجهاد فيها، والجهاز الطبي قرر انه يعمل اشعتين عشان يطمئن ان شاء الله على حاله اللاعب ومدى جاهزيته عشان يشارك في مران الفريق اللي هيكون اول مران ان شاء الله استعدادا لماتش الجمعه، هيكون يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، وان شاء الله يشارك مجدي قفشه مع الفريق. الفريق كله زي ما قلت لحضراتكم هيتمرن ان شاء الله يوم الثلاث بعد ما يحصل على راحه لمده 48 ساعه. كمان الجهاز الطبي احمد الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي بيطمئن على حاله مروان محسن مهاجم الفريق خلال التمرين اللي جاي بعد بكره يوم الثلاث ان شاء الله. مروان محسن كان اشتكى من اجهاد في عضله السمانه خلال مشاركته في مباراه الفريق امام نظيره الوداد المغربي اللي اقيمت امبارح في ذهاب طبعا الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا، والجهاز الفني بيسعى ان هو يطمن على حالة جميع اللعيبة استعدادا طبعا لمباراة العودة يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة بعد طبعا ما فوزنا في لقاء الذهاب.